الصفر لصفر اليوم يحاول انه يحقق نتيجة رائعة ثم العرضية من عيشي وهدف مبكر وهدف مبكر لشباب قسنطينة يبدو لي من عبيد هو الذي سجل الهدف الأول ويسجل ثاني هدف له هذا الموسم بعدما سجل الموسم الماضي وكان هداف الفريق ب 16 هدف سنشاهد إعادة العرضية من عيشي كان وحده اللاعب عبيد كرة بقوة ولكن هذه العرضية من عيشي المتابعة وإبعاد سي من نعيم يتمكن من إبعاد الكرة عرضية عيشي استقبلها عبيد وتمكن من توقيع الهدف الأول مبكر الكرة السعودية مخلدة في ذاكرة العالم هذا ما يتحدث عنه الجميع الآن محاولة والكرة كانت خطيرة وصلت من محمد أمين عبيد وتيسير الجاسم هذا التلافت الصناعة خدمة للمهاجم المميز والكبير والذي ينتظر أيضا استعادته لحاسة التهديفية محمد أبي Ballon revient, Ben Ayada aussi. Abid tout seul, il n'y a pas de position du hors-jeu. La transversale, non. Le ballon a rasé la transversale alors que je croyais que le gardien l'avait touché. La reprise, l'enchaînement sont très beaux. Et Abid n'était pas en position de hors-jeu. Alors l'amorti et l'enchaînement, la reprise du pied droit. C'est très beau, ça a fait lever le public quand même. Très bien tendu.